بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهى. وقفنا في الدرس الماضي في البلاغة عند فصاحة الكلام، ولكن الأخ الكريم كان سألني سؤالا في الدرس الماضي عن الغريب يعني، فراجعت ما قاله إمام سعد الدين التفتزاني مما يتعلق بغريب القرآن والحديث يعني. أولا هو تناول هذه المسألة عند حديثه عن الغرابة ورده على اعتراض مفترض أو اعتراضات يعني قد يعترض به بعض الناس، وهو قولهم مثلا الغرابة، هذا كلام من المطور، الغرابة هو قال رحمه الله: لا يقال الغرابة كون الكلمة غير مشهورة الاستعمال، لا يقال الغرابة كون الكلمة غير مشهورة الاستعمال، وهي في مقابلة المعتادة، وهي بحسب قوم دون قوم، يعني الغرابة تتفاوت من قوم إلى قوم. والوحشية، لأنه قال في تعريف الغرابة: كون الكلمة وحشية غير مأنوسة الاستعمال ولا ظاهرة المعنى، هكذا قال هو. والخطيب القزويني أيضا في الإيضاح قال يعني تعريفا شبيها بهذا. فالمعترض هنا يقول فيه فرق بين الغرابة والوحشية، لأن الإمام سعد الدين التفتزاني استعمل كلمة الوحشية في تعريف الغرابة، قال كون الكلمة وحشية، فالمعترض يقول الغرابة غير الوحشية، الغرابة كون الكلمة يعني غير مشهورة الاستعمال، وهذا يختلف من قوم إلى قوم. والوحشية هي المشتملة على تركيب ينفر منه الطبع، مشتمل على كلمة أو تركيب ينفر منه الطبع، يعني لا يقبله الطبع السليم، وهي في مقابلة العذبة، يعني كون الكلمة وحشية يقابلها ليه؟ الكلمة العذبة. إنما الغرابة يقابلها ليه؟ يقابلها المعتادة، ها؟ لأن الغرابة كونها غير معتادة، غير مستعملة عند الناس، يقابلها المعتادة، الوحشية يقابلها العذبة. فإذن حاصل هذا الاعتراض أن الغريب يجوز أن يكون عذبا لأنه غير وحشي، مش لازم يكون وحشي، ها؟ فلا يحسن تفسيره بالوحشية. ثم أجاب الإمام سعد الدين التفتزاني رحمه الله ورضي عنه، قال: الوحشي منسوب إلى الوحش الذي يسكن القفار. ما معنى وحشي؟ منسوب إلى الوحش في الأصل، يعني في الأصل الذي يسكن له القفار، يعني يسكن الصحراء. استعيرت للألفاظ التي لم يؤنس استعمالها. استعيرت كلمة الوحشي للألفاظ التي لم يؤنس استعماله. فإذا ليس في تناقض بين كونها غريبة وكونها وحشية، ليس في تدافع يعني، لأنها مستعارة للكلمة التي لم يؤنس استعماله. ثم قال: وهي قسمان، يعني الكلمة الغريبة أو الوحشية قسمان، غريب حسن وغريب قبيح. ومن هنا انتبه إلى هذا التقسيم، لأنه سينبني عليه غريب القرآن والحديث، ويدخل في النوع الحسن، يدخل في النوع الغريب الحسن. قال: وهي قسمان، غريب حسن وغريب قبيح. فالغريب الحسن هو الذي لا يعاب استعماله على العرب، فالغريب الحسن هو الذي لا يعاب استعماله على العرب، يعني على العرب الفصحاء، لأنه لم يكن وحشيا عنده، لأنه لم يكن وحشيا عنده. مثل ماذا؟ قال: مثل شرنبث. كلمة غريبة علينا طبعا، لكن هي عندهم من الغريب الحسن، ليست من الغريب
ليست من الغريب إلا القبيح. شرنبث ما معنى شرنبث؟ هو لم يفسرها، لكن أنا بحثت عن تفسيرها في لسان العرب، قال الشرنبث القبيح الشديد أو الغليظ الكفين والقدمين. كلمة شرنبث يعني إيه؟ القبيح الشديد أو الغليظ الكفين والقدمين، يسمى شرنبث. وقال أيضا من الغريب الحسن، مثل سعد تفتزاني بكلمة إقمطر. إقمطر، وإقمطر هي طبعا غير مأنوسة الاستعمال أبدا بالنسبة لنا، لكن عند العرب الفصحاء من الغريب الحسن، من الغريب الايه الحسن. إقمطر في تفسير هذه الكلمة في لسان العرب، قال إقمطر عليه الشيء أي تزاحم وتراكم. إقمطر عليه الشيء يعني تزاحم، ها، وإقمطرت الحجارة تراكمت، ها، إقمطرت الحجارة تراكمت في هذا المكان، وإقمطر عليه الشيء إيه؟ تزاحم. ثم قال سعد التفتزاني رحمه الله، وهي في النظم أحسن منها في النثر، ومنه غريب القرآن والحديث. يعني من هذا الضرب الذي هو الغريب الحسن، غريب القرآن والإيه؟ والحديث. ومن ثم نجد كتبا ألفت في غريب القرآن والحديث، منها مثلا الإمام الزمخشري كتاب الفائق في غريب الحديث، ومنها كتاب الغريبين للهروي، ها، غريب القرآن وغريب الحديث، ها، ومنها كتاب النهاية في غريب الحديث للإمام ابن الأثير، وغريب الحديث لأبي عبيد، وغير ذلك من الكتب التي صنفت في غريب القرآن وغريب الحديث، منها كتاب المفردات للراغب الأصفهاني. فإذا هذا الغريب يعد من الغريب الحسن، يعد من الغريب الحسن الذي لا يعاب استعماله على العرب الخلص. لماذا؟ لأنه ليس وحشيا عندهم، ربما هو وحشي بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لهم لم يكن وحشيا، هو من الغريب الحسن لأنه لم يكن وحشيا عندهم. وأما الغريب القبيح فهو الذي يعاب استعماله مطلقا، الغريب القبيح هو الذي يعاب استعماله مطلقا، ويسمى الوحشي الغليظ. هذا أيضا من كلام السعد رحمه الله، ويسمى الوحشي الغليظ، وهو أن يكون مع كونه غريب الاستعمال ثقيلا على السمع كريها على الذوق، حينئذ يكون غريبا قبيحا. وهذا النوع هو المخل بالفصاحة، هذا النوع هو المقصود بالغرابة المخلة بالفصاحة، وهو الغريب القبيح، وهو أن يكون مع كونه غريب الاستعمال ثقيلا على السمع كريها على الذوق، يعني على الذوق السليم. ويسمى أيضا المتوعر، كلمة وعرة أو كلمة متوعرة يعني وحشية غليظة. مثل ماذا؟ قال مثل جحيش، مثل جحيش، جحيش معناه الفريد المستبد برأيه، الشخص الذي يستبد برأيه، لا يأخذ بنصيحة أحد ولا يشاور أحدا، وإنما يفعل ما يبدو له مباشرة ويستبد برأيه، هذا يسمى جحيش وحده كما جاء في لسان العرب. ومن هذا الغريب القبيح جفخ، كلمة جفخ، جفخ يعني إيه؟ جفخ في لسان العرب قال جفخ أي فخر وتكبر، جفخ أي فخر وإيه؟ وتكبر. وقال أحد الشعراء جفخت وهم لا يجفخون بها، شيم على الحسب على الحسب الأغر دلائل، جفخت وهم لا يجفخون بها. هذا من الغريب القبيح المخل بالفصاحة، وهم لا يجفخون بها شيم على الحسب الأغر دلائل. فإذا الحاصل والخلاصة أن غريب القرآن والحديث من نوع الغريب الحسن الذي ليس بوحشي عند العرب الفصحاء، خلاص، وليس بوعر بالنسبة لهم، وإنما هم يستعملونه، وأكثر استعمالهم له يكون في النظم يعني في الشعر، كما ذكر سعد الدين التفتزاني رحمه الله.
هذا حاصل الجواب عن السؤال الذي سألت عنه. تفضل. إذن ممكن أن لذلك لا يوجد أو لا توجد أي رواية يعني يصل إلينا أن هناك العرب في 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 عهد النبي يطعنون القرآن بكلام غير فصيح أو هكذا. لم أسمع بذلك يعني ولم أقرأ ذلك والله أعلم، يعني لم أقرأ ولم أسمع من أحد من الشيوخ أن هناك رواية تقول إن أحدا من العرب طعن في فصاحة القرآن. بالعكس بالعكس، فصاحة القرآن أدهشته وبلاغة القرآن أعجزته، فوقفوا مذهولين. حتى قال الوليد بن المغيرة: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن علاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أحيانا من بيته بعد أن يعني عند الفجر، وكان مثلا في تلك الليلة قائما بالليل يتلو آيات الله، فيخرج من البيت يجد بعض المشركين نائما أمام بيته. لماذا؟ لأنه كانوا يستمعون القرآن ويتلذذون بسماعه وهم مشركون كفار، لكن هم عرفوا أن هذا الكلام لا يطيقه بشر، لا ليس وحشيا، بل هو كلام بليغ جدا معجز جدا، لدرجة أن إعجازه فوق طاقته، بلاغته فوق طاقة بلاغته. هم كانوا يعني يتبارون في البيان، وفي يتسابقون في الشعر الجيد وفي الخطب وفي إظهار البراعة والتفنن في فنون البيان والكلام والفصاح. فطبعا هم أعلم بالكلام البليغ منا. حتى يعني هؤلاء الكفار، كفار قريش، كانوا أعلم بالكلام البليغ منا نحن لا، وأدرى بأنه أبلغ وأعلى وفي أعلى طبقات البلاغة. لم نسمع أبدا أن أحدا منهم اتهم القرآن بأن فيه كلام غير فصيح. حتى بعض الكلمات التي يعني زعم أنها غريبة، مثل كلمة ضيزة، تلك إذن قسمة ضيزة، قالوا هذا ملائم للمقام الذي قيلت فيه، واستعمالها هنا بليغ جدا لأنها طابقت المقام. المقام، انظر ماذا قبلها: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة. فإن كان في الكلمة غرابة فقد ناسبت غرابة ما أتوا به، وهو تقسيمهم في أولادهم، فجعلوا الذكور لأنفسهم والإناث لله. فهذا قسمة غريبة جدا ويعني عجيبة. فلذلك يعني كان من الملائم جدا والمطابق للمقام أن يؤتى تعقيبا على هذه القسمة بقوله ضيزة. فاستعمال هذه الكلمة، وسأل التفتزان أيضا في آخر الحديث عن الفصاحة تعرض لمثل هذا، فقال ذكر يعني أن هذه الأمور أحيانا تكون نسبية لأنها ربما تطلبها المقام، ربما تطلبها المقام، لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: فصاحة الكلام. وإنما يوصف الكلام بالفصاحة إذا كان في ألفاظه سلاسة، وفي سبكه جودة، ولا جود سلاسة وجودة، اسم كان، أنا أخطأت معذرتك. إذا كان في ألفاظه سلاسة، إذا كان سلاسة في ألفاظه، اسم كان مؤخر،
إذا كان في ألفاظه سلاسة وفي سبكه جودة. سبكه ما معنى سبكه؟ سبكه يعني تركيبه وصياغته، يقال كلام حسن السبك. حسن السبك يعني حسن التركيب والصياغة، مركب تركيب جيد ومصاغ بطريقة يعني حسنة ولطيفة. وفي سبكه جودة وفي معانيه وضوح، وقد اشترطوا لذلك سلامته من عيوب خاصة نوضحها فيما يلي. أولا تنافر الكلمات. هذه العيوب إجمالا قبل أن ندخل فيها تفصيلا أشهرها ثلاثة: تنافر الكلمات، وضعف التأليف، والتعقيد بنوعين، اللفظي والمعنوي. طيب، أولا تنافر الكلمات، ويتحقق هذا العيب إذا كان اتصال الألفاظ بعضها ببعض سببا في ثقل العبارة. ويتحقق هذا العيب إذا كان اتصال الألفاظ بعضها ببعض سببا في ثقل العبارة، فيضطرب اللسان عند النطق بها ولو كانت كل كلمة فيها فصيحة على حدة. يعني كل كلمة من هذه الكلمات إذا نطقت بها وحدها ليس فيها عيب، لكن إذا اجتمعت مع هذه الكلمات المتجاورة لها يحدث التنافر عند اجتماعها مع بعض الكلمات، مثلا لتكرر بعض الحروف، لتكرر نفس الحروف مثلا في الكلمات المتجاورة. فيعني تكرار اللسان لحروف مرات في هذه الكلمات متتالية يؤدي إلى هذا التنافر أحيانا كما سيأتي. لكن إذا انفردت كل كلمة وحدها فليس بها عيب، بل تكون فصيحة، ولذا سمي تنافر كلمات. أما العيب الذي في فصاحة الكلمة، مخل بفصاحة الكلمة، هو تنافر الحروف في داخل الكلمة الواحدة، هنا تنافر كلمات. ومنه قول الشاعر: أزج زلوج هزرفي زفازف هزف يبذ الناجيات الصوافنا. انظر إلى تكرار الزاي والجيم والفاء، تكررت في الكلمات المتتابعة مما أدى إلى التنافر. أزج زلوج هزرفي زفازف هزف يبذ الناجيات الصوافنا. إن لم تكن متمرسا في الكلام وحاولت أن تكرر هذا البيت عدة مرات فلا بد أنك ستخطئ في نطقه. لا بد أنك ستخطئ في نطقه. لماذا؟ لما فيه من التنافر، تنافر الكلمات. قال: وكلمات البيت المتوالية تدل على سرعة ذكر النعام وخفة حركته. هو يصف هنا ذكر النعام، ذكر النعام يسمى رأل بالراء والهمزة واللام، رأل، يصفه بأنه أزج. وعندك في الهامش تفسير لهذه الكلمات: أزج يعني بعيد الخطو، يعني له خطى واسعة، وإنما ساعده على ذلك طول قائمتيه، لأن له رجلان طويلتان. النعام هو أطول الطيور. أنا شاهدت نعامة مرة هي أطول مني، طويلة، يعني كنت أمد يدي لها بالطعام هكذا وأنا واقف، يعني أنا واقف وأمد يدي لها بالطعام، يعني فبعض النعام يكون طويلا جدا. فأزج زلوج، ولذلك هو سريع جدا، أسرع الطيور في الجري، هو لا يطير، النعام لا يطير ولكنه يجري، وإذا جرى ممكن يسابق السيارة أحيانا. أزج أي بعيد الخطو، يعني واسع الخطوة، وهذا يساعده في السرعة. والزلوج السريع، أزج زلوج،
هزرفي يعني مقدام، زفازف أيضا السريع أو النافر، هزف الجافي من ذكر النعام، يبذ أي يسبق، والناجيات الصوافن الخيل القائمة على ثلاثة أرجل لأصالتها وسرعتها. كلمة الصوافن مثل كلمة الصافنات الجياد التي جاءت في سورة صاد، إن قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. واذكر وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الصافنات في اللغة هي الخيول التي تقف على ثلاثة قوائم وترفع واحدة هكذا، وهذا إنما يكون دليلا على جودتها. فشبه هذا النعام بأنه جعل هذا النعام يبذ يعني يسبق هذه الخيول، يسبق هذه الخيول الناجيات الصوافين. وكلمات البيت المتوالية تدل على سرعة ذكر النعام وخفة حركته، وقد مثلوا لذلك بقولهم، يعني أيضا من تنافر الكلمات قولهم وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. لو حاولت أن تكرر هذا البيت 5 مرات متتالية لابد أن يزل لسانك، لابد، لما فيه من هذا التنافر بين الكلمات. وأنت ترى في كلماته حروف القاف والباء والراء متقاربة متكررة في أوضاع قلقة، فتنافرت ألفاظه وثقلت على اللسان، مع أن كل واحد منها فصيح لو فصل عن غيره، يعني لو نطقت بكلمة قفر وحدها مثلا ليس فيها عيب، كلمة قبر ليس فيها عيب، حرب، قرب، وهكذا، كل كلمة وحدها فصيحة، لكن عندما تجتمع هذا الاجتماع المتوالي تحدث تنافرا فيما بينها. وقول أبي تمام، وهذا النوع الأول من النوع التنافر الشديد. أيضا في تنافر الكلمات هناك نوعان كما جاء في كتب البلاغة الكبيرة، قالوا في تنافر شديد وتنافر خفيف، فهذا النوع الذي قرأناه أولا من التنافر الشديد. وأما قول أبي تمام الآتي فهو من التنافر الخفيف، وهو قوله كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. تكرار أمدحه ولمته أدى إلى شيء من التنافر، ولكنه تنافر أخف من النوع الأول، وأنتم تلاحظون هذا عند قراءة البيت، تلاحظون أنه تنافر خفيف ليس مثل الضرب الأول. قال وإدراك هذا النوع من العيوب سبيله الذوق الفني السليم. ثانيا، العيب الثاني المخل بفصاحة الكلام ضعف التأليف، وهو مجيء الكلام على غير قواعد النحو المضطردة. قواعد النحو المضطردة يعني المشهورة عند جمهور النحويين، كلمة مضطردة مأخوذة من نهر مضطرد، نهر مضطرد يعني جار ماؤه يجري، يعني يجري متتابعا، يعني يدل على إذا قيل قاعدة مضطردة يعني قاعدة مستمرة في الكلام كاضطراد النهر، يعني لا قاعدة لا يوقفها شيء، يعني لا يخالفها شيء كالنهر المضطرد. فقاعدة مضطردة يعني مشهورة جارية على الكلام كثيرة. طب لو خالف الشاعر أو الناثر رأيا فقط مثل رأي الكوفيين مثلا، هل يعد هذا من ضعف التأليف؟ لا يعد من ضعف التأليف، لا يعد من ضعف التأليف إلا إذا خالف القاعدة المشهورة عند جمهور النحويين،
ولذلك قال إيه؟ على غير قواعد النحو المضطردة يعني المشهورة، هذا قيد. أما لو قاعدة نحوية غير مشهورة كما في رأي بعض، مثلا رأي الكوفيين أو رأي بعض النحاة، فهذا لا يعد من ضعف التأليف لأنه لم يخالف القاعدة المشهورة. خذ مثلا قول الشاعر: انظر قبل تلوماني إلى طلل بين النقى والمنحنى. انظر قبل تلوماني إلى طلل بين النقى والمنحنى. قبل تلوماني يريد أن يقول انظر قبل أن تلوماني، فحذف أن الناصبة في غير موضع حذفها، لأن أن لها مواضع خاصة في النحو تحذف فيها جوازا أو وجوبا، لكن هذا الموضع ليس منها، فحذف أن هنا مخالف للقاء ونصب الفعل الذي بعدها وهي محذوفة مخالف لقواعد النحو المشهورة، فهذا في ضعف تأليف. فحذف أن الناصبة في غير موضع حذفها، فحذف يعني هذا الشاعر حذف أن الناصبة في غير موضع حذفها، فلا أداة إذا. الظاهر في الكلام هنا لا يوجد أداة تنصب الفعل المضارع تلوماني. إذن كان ينبغي أن يقول تلومانني، لأن هذا الفعل المضارع اتصلت به ألف الاثنين فيرفع بثبوت النون، وأما النون الثانية فهي نون الوقاية، فلا بد من النونين، النون التي هي علامة الرفع ونون الوقاية، فيقول تلومانني إذا كان مرفوعا، لكنه نصبه هنا على تقدير أن في غير المواضع التي تحذف فيها أن، في غير المواضع التي تحذف فيها أن، فخالف قواعد النحو المشهور، فحذف عن الناصبة في غير موضع حذفها فلا أداة إذا، وعلى ذلك يكون نصب المضارع بدون ناصب، نصب المضارع في قوله تلوماني بدون ناصب، وهذا مخالف لقواعد النحو المعروفة، فنقول فيه عيب يخل بفصاحته وهو ضعف التأليف. ها؟ تفضل. كأن هناك تكلم عند الشعر عند تأويل كلام الشعر. هو فعل ذلك لكي يستقيم له وزن البيت، لكي يستقيم له وزن البيت. ولكن كان لو هو يعني لو كان شاعرا متمكنا لم يحتج إلى مخالفة النحو الجمهوري، كان يأتي بشعره طبقا للنحو الجمهوري وموزونا ومقفا بدون أن يفعل هذا. المشهور يعني أنا مشهور في استعمال عامة الناس في استعمال العربي يعني من النعم، هي قواعد النحو المشهورة إنما بنيت على أكثر كلام العرب، أنا هم وضعوا القواعد طبقا لما يتكلم به العرب القدماء، واستدلوا على ذلك بالشواهد من كلامه كما في كتب النحو. فقواعد النحو المعروفة المشهورة إنما وضعت على أقيسة كلام العرب، على أقيسة قياسا على كلام العرب الفصحى، فبناء على هذا وضعوا هذه القواعد. فهو خالف القواعد لكي يستقيم له الوزن، ولكن هذا ليس بجيد، ففي ضعف تأليف. لو كان شاعرا جيدا لا أتى بالشعر موزونا من دون أن يخالف قواعد النحو المشهور كما فعل غيره من الشعراء. ومنه قول حسان بن ثابت: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه صحابي وهو من الأنصار، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الشعراء المخضرمين، كما روي أنه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. يمدح هنا مطعم ابن عدي، ومطعم ابن عدي
كان قد أجار النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة حتى لا يؤذوه عندما رجع من الطائف صلى الله عليه وسلم. فلذلك يمدحه هنا سيدنا حسان بن ثابت، يقول لو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، يعني أبقاه خالدا يثنى عليه وعلى مجده أبقى مطعما على هذه الصفة، مطعم بن عدي. وولد مطعم بن عدي هو سيدنا جبير بن مطعم صحابي جليل أسلم. طيب ما الذي خالف خالف النحو الجمهوري هنا؟ انظر إلى التعليق على البيت، قال فقد أضمر في البيت قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما، يريد الضمير في مجده، يريد ضمير في إيه؟ في مجده، عائد على ماذا؟ عائد على من؟ على مطع. الضمير في مجده عائد على مطع، ها؟ ومطع متأخر، فالضمير عائد على متأخر لفظا ورتبة. أبقى مجده لأن مطعم مفعول به، والمفعول به رتبته التأخير عن الفعل والفاعل، فهو متأخر في الرتبة وأيضا متأخر في اللفظ. وهذا لا يصح عند الجمهور النحويين، وإن كان الإمام ابن هشام قد استثنى بعض المسائل من هذه القاعدة. لكن مشهور أن الضمير، يعني مشهور أن الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة، فقالوا هذا الإضمار لا تجيزه كما قال الشيخ هنا، وهذا الإضمار لا تجيزه قواعد النحو، والضمير في مجده يعود على مطعم وهو متأخر في اللفظ والمعنى كما ترى. يعني يعتبر مخالف للقواعد، شاذ مخالف للقواعد. لكن لو عاد الضمير على متأخر في اللفظ ومتقدم في الرتبة يجوز، مثل إيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الضمير عاد على متقدم في اللفظ متأخر في الرتبة. إذ ابتلى إبراهيم، إبراهيم متقدم في اللفظ ذكر أولا ولكنه متأخر في الرتبة لأنه مفعول به فيجوز. ولو كان بالعكس أيضا يجوز، يعني لو عاد على متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة، لو عاد على متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة يجوز أيضا. لكن أن يعود على، وطبعا هذا الكلام يعني فيه استفاضة في الكتب النحو، يعني فلا نريد أن يعني نطيل ونخرج من الدرس حتى لا نضيع الوقت. ابن هشام سنة على هذا، ها؟ ابن هشام يسنى على هذا. نعم استثنى، استثنى من هذه المسألة، ومما استثناه هذا البيت. لأن هذا في عصر الاحتجاج. لا، هذا في عصر الاحتجاج. هذا في عصر طبعا سيدنا حسان بن ثابت يحتج بشعر في النحو لأنه من القرنين الأولين، من القرن الأول أصلا. من القرن الأول، فيعني من مما يحتج بشعر. فالإمام ابن هشام له استثناء في هذه المسألة، قال والضمير في مجده يعود على مطعم وهو متأخر في اللفظ والمعنى كما ترى. ومنه قول الآخر ليس إلاك يا علي همام، سيفه دون عرضه مسلول، ليس إلاك يا علي همام سيفه دون عرضه مسلول. والقاعدة المشهورة تمنع وقوع الضمير المتصل بعد إلا، والقاعدة المشهورة تمنع وقوع الضمير المتصل
بعد إلا، يعني الضمير المتصل لا تدخل عليه إلا مباشرة، ليس إلاك، هذا مخالف لقواعد النحو. لكن ممكن لو كان ضميرا منفصلا إلا إياك مثلا، لو قال إلا إياك هذا كلام صحيح موافق لجمهور النحويين، يعني لقواعد النحو مشهور. قال وهذا العيب يعرف بواسطة علم النحو، يعني عيب ضعف التأليف هذا يعرف بواسطة دراسة علم النحو. العيب الثالث المخل بالفصاحة، فصاحة الكلام، التعقيد، وهذا عيب يبعد الكلام عن الفصاحة وينشأ عنه خفاء الدلالة على المعنى المراد. هذا العيب ينشأ عن خفاء، ينشأ عنه خفاء الدلالة على المعنى المراد، وهو نوعان، تعقيد لفظي والتعقيد الايه المعنوي. التعقيد اللفظي قال وينشأ هذا النوع من تقديم كلمة أو تأخيرها عن مواطنها الأصلية، أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور، أو بالحذف دون قرينة على المحذوف. هذا كله يؤدي إلى التعقيد اللفظي، فهو خلل في تركيب الكلام. إذا أردنا الاختصار، اختصار التعقيد اللفظي، نقول ماذا؟ نقول هو خلل في تركيب الكلام وترتيبه، خلل في تركيب الكلام وترتيبه يؤدي إلى عدم فهم المعنى. اختصار، هذا هو التعقيد اللفظي، إلى غير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى خفاء المعنى. خذ مثلا قول الشاعر فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما. ما هذا؟ أنت لا تعرف، لا تعلم، حتى لو كنت تعرف معاني الكلمات لا تعلم ماذا يريد الشاعر. فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما، كلام غير مرتب. طيب لو أردنا الترتيب، ها، ترتيب الكلام هنا حتى نفهم المعنى، فأصبحت قفرا بعد بهجتها، فأصبحت قفرا بعد إيه؟ بعد بهجتها، كأن قلما خط رسومها. هذا هو الترتيب الصحيح. مرة ثانية، فأصبحت قفرا بعد بهجتها، فأصبحت قفرا إيه؟ بعد بهجتها، كأن قلما خط رسومها. خط فعل يعني رسم خطا او كتب خطا. خط رسومها، خط فعل ماضي والفاعل ضمير ورسومها مفعول به. هذا هو الترتيب الصحيح للكلام. انظر كيف افسد هذا الترتيب الشاعر لكي يستقيم له الوزن والقافية. فقال فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما، حتى أخفى علينا المعنى الذي يريده. إنه يريد وصف ديار بانية بأنها أصبحت قفرا بعد بهجتها، هذا هو المعنى، معنى البيت الذي يريده. يريد وصف ماذا؟ دار بانية يعني فانية، بأنها أصبحت قفرا يعني خالية بعد بهجتها، يعني بعد أن كانت عامرة بأهلها، وكأن قلما خط رسومها. ولكنه عقد كلامه بذلك الخلل الذي أشاعه في ترتيب ألفاظه، فقد فصل بين المتضايفين بعد وبهجتها. المفروض بعد مضاف وبهجتها مضاف إليه، فصل بينهما فبكلمة بالفعل خط. طيب فقال فصل بين المتضايفين بعد وبهجتها بالفعل ماذا؟ خط. كما فصل بين هذا الفعل ومفعوله رسومها بالكلمات بهجتها كأن قفر.
المفروض خط فعل ورسومها مفعول به، فرق بين الفعل والمفعول به وفصل بينهما بهذه الكلمة بهجتها كأن قفر، وفصل بين أصبحت وقفرا خبرها، أصبحت في صدر البيت وقفرا في الشطر الثاني، مع أن قفرا خبر أصبحت، وفصل بين أصبحت وقفرا خبرها بأربع كلمات. وفضلا عن ذلك قدم معمول كأن وهو خط عليها، لأن خط هنا في محل رفع خبر كأن، جملة فعلية في محل رفع خبر إيه؟ كأن. كأن قلما خط، قلما اسم كأن وخط جملة خبر كأن، فقدم معمول كأن وهو خط عليها، وقدم معمول خبرها وهو رسومها، كأن قلما خط رسومها، فقدم معمول الخبر على الاسم، على اسم كأن، فقال إيه؟ كأن قفرا رسومها قلم، وقدم معمول خبرها وهو رسومها على اسمها. وفي صنيعه هذا تعقيد لفظي أخفى المعنى وأبهمه، هذا شبيه ببيت الفرزدق الذي يقول فيه إيه؟ وما مثله في الناس إلا مملك أبو أمه حي أبوه يقاربه، وما مثله في الناس إلا مملك أبو أمه حي أبوه يقاربه، تعقيد لفظ، يريد وما مثله حي يقاربه في الناس إلا مملك أبو أمه أبوه، لأنه خاله، لأنه إيه؟ خاله، وما دام هو خاله فأبو أم الخليفة هو أبو خاله أكيد، لأن أبو أمه وأبو خاله واحد، خاله يعني أخو أمه، فأبو أمه وأبو هذا الرجل الذي هو خاله هو شخص واحد، أبو أمه أبوه. فانظر كيف عقد الكلام وخلى به هكذا، فصار السامع لا يفهم ماذا يريد. ومنه قول الآخر إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره، أيضا هنا تعقيد لفظ، لماذا؟ لأن فيه فساد في ترتيب العبارة. تقديم وتأخير وفصل بين متلازمين، يريد إلى ملك أبوه ليست أمه من محارب، ولكنه قدم وأخر حتى أبهم المعنى كما ترى، يعني حتى صار المعنى خفيا. ومثل ذلك قول المتنبي أنى يكون أبو البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد، أن يكون عندكم أبو ولا أبا؟ أبا البرية؟ صحيح، على أساس أن آدم هو اسم يكون وأبا البرية خبر يكون، أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد، يريد أن ممدوحه قد جمع ما في الخليقة من شيم الفضل، خليقة يعني الخلق كلهم، الناس كلهم يعني، جمع ما في الخليقة من شيم الفضل وخصال الكمال. والوضع الصحيح يعني ترتيب الكلام الصحيح أن يقول ماذا؟ أن يقول كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان، يمدح أحد العباسيين كيف يكون أبا آدم أبا البرية، أو أحد العلويين فيما أظن، من لا أذكر
على التحديد من الممدوح هنا؟ كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان؟ هذا هو الترتيب الصحيح للبيت، كيف يكون آدم أبا البرية. لكن هو كلمة أن هنا بمعنى كيف، ولكن الشاعر هنا يعني أخل بترتيب الكلام كما ترى، وقدم وأخر وفصل بين متلازمين حتى أفسد بنية البيت، بنية الكلام وتركيبه وصياغته، مما أدى إلى عدم فهم المراد إلا بصعوبة. كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان، تعظيما له يعني، الثقلان يعني الإنس والجن. وسبيل إدراك هذا العيب هو البصر بعلم النحو أيضا، لأننا في علم النحو ندرس ما يجب تقديمه وما يجب تأخيره وما يجوز الفصل به وما لا يجوز، ها؟ فعن طريق معرفة هذه القواعد نستطيع أن نعرف الصحيح من الخطأ في تركيب الكلام، نستطيع أن نميز الصحيح من الخطأ في تركيب الكلام، فنعرف نعلم مثلا أن تقديم هذا الاسم جائز أو لا يجوز، وتأخير هذا الاسم لا يجوز، والفصل بين هذا وذاك بكذا جائز أو لا يجوز. فهذا كله إنما ندرسه في علم النحو، وبذلك نعرف يعني متى يكون في الكلام تعقيد، متى يكون في الكلام تعقيد لفظي ومتى لا يكون. التعقيد المعنوي النوع الثاني من التعقيد، وهو وصف يجعل الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد بسبب خفاء التلازم بين المعنى الحقيقي لللفظ والمعنى المراد الذي استعمل فيه. هو وصف يجعل الكلام غير واضح الدلالة بسبب ماذا؟ بسبب خفاء التلازم. يعني الشاعر أو الناثر استعمل مجازا، ها؟ ولكن العلاقة التي في هذا المجاز غير واضحة، أو استعمل كناية التلازم الذي فيها ليس كما يستعمله العرب، استعمله بطريقة غير الطريقة التي يستعملها بها العرب. فلذلك السامع عندما يسمع هذا البيت أو هذا النثر، ها؟ لا يفهم ماذا يريد، لأنه يعني ذهب إلى مذهب بعيد لا يستعمله العرب. كأنه يصنع كناية خاصة به بعلاقة هو يفتعلها، ليست العلاقة التي هي موجودة في كلام العرب، العلاقات والتلازم الذي هو موجود عند في كلام العرب المعروف يعني. فهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب خفاء التلازم بين المعنى الحقيقي لللفظ والمعنى المراد الذي استعمل فيه، فيضطرب التعبير ويلتبس الأمر على السامع، فقد يعمد الشاعر مثلا إلى التعبير عن معنى ما باستعمال ألفاظ في غير معانيها الحقيقية على سبيل المجاز، ولكن الحظ يخونه فيسيء اختيار اللفظ للمعنى الذي يريده، يسيء اختيار اللفظ للمعنى الذي يريده على غير ما ألفه البلغاء وتعارفوا عليه، لأن فيه هناك مذاهب وطرائق خاصة في استعمال المجاز وعلاقات خاصة في الاستعارات وفي الكنايات مشهورة عند العرب في كلامه. فإذا يعني خالف هذا المذهب وأتى بوجه غريب على طريقة من التلازم أو من العلاقة غير التي يستعملها بها العرب، فيكون يكون هذا هو التعقيد المعنوي، لأنه لا يفهم ماذا يريد على التحديد، أو يفهم خطأ، يفهم خطأ يعني على غير ما ألفه البلغاء وتعارفوا عليه. ومن ذلك قول الشاعر سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. الشاعر هنا هو عباس بن الأحنف كما جاء في كتب البلاغة، صاحب هذا البيت هو العباس بن الأحنف الشاعر العباسي المشهور.
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. طب تسكب عيناي الدموع هذه كناية صحيحة لأنها كناية عن الحزن. ثم قال لتجمدا وأراد أن يكني بها عن السرور والفرح، وهنا أخطأ لأن جمود العين عند العرب إنما هو يكون عند اشتداد الحزن وبخل الدمع بالعين عند طلبه، عند اشتداد الحزن وبخل العين بالدمع عندما يطلبه الشخص الحزين فلا يجد دموعا يبكي بها. أعيني جودة كما قالت الخنساء، أعيني جودة ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى. فهذا لشدة حزنها، كأن دموع عينيها قد نفدت وهي تريد دموعا، لا يعني لا تريد دموعا تبكي حتى تخفف من أو تنفس عن حزنها فلا تجد دموع. هل هذا يكون سرورا كناية عن السرور؟ لا. يريد هذا الشاعر في قوله وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، يريد أنه يتحمل لواعج الشوق ويوطن النفس على مكابدة الحزن والأسى، عله يحظى بوصل يدوم وسرور لا ينقطع. فجعل سكب الدموع كناية عن أسى قلبه، يعني عن حزن قلبه، الأسى هو الحزن، ولوعته لفراق الأحبة، وهذا لا غبار عليه، يعني لا عيب في هذا لأن هذه كناية مستعملة ومشهورة، يعني سكب العينين وأن تذرف العينان دموعا هذا معروف ومشهور أنه في الحزن، كناية عن الحزن. أما أن يستعمل جمود العين كناية عن الفرح والسرور فهذا هو الغريب، حين يحظى بوصل الأحبة فأمر بعيد غير مقبول، لأن جمود العين يعبر به عادة في حالة الحزن عن بخل العين بالدموع عند إرادة البكاء. وهل هذا يكون في وقت السرور أو في وقت الحزن؟ بخل العين بالدموع عند إرادة البكاء، الشخص يريد البكاء في وقت الحزن طبعا. ها؟ قال الشاعر ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بباقي دمعها لجمود، جمود من الجمود. ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بباقي دمعها، يعني بما بقي فيها من الدموع، لماذا؟ لأجل الحزن عليك. ألا إن هذه العين التي لم تجد يوم واسط عليك بباقي دمعها لجمود، جمود يعني بخيلة، بخيلة بالدموع، تبخل بالدموع عند طلبها. ها؟ فهذا إنما هو كناية عن اشتداد الحزن وطلب البكاء وعدم استجابة العينين للبكاء، وليس كناية عن السرور كما استعمله الشاعر وقال أنا سأسافر وأبتعد عنكم لكي تشتاقوا إلي وأتحمل الفراق وآلام يعني البعد والنوى لكي أحظى بعد ذلك بوصلكم عندما أعود فأسر بقربكم وبوصلكم. وتسكب عيناي الدموع لماذا؟ لتجمد بعد ذلك، ليسر، فكنا بالجمود عن السرور. وهذا كما قال هنا أمر بعيد غير مقبول، لأن جمود العين يعبر به عادة في حالة الحزن ليس في حالة الفرح، في حالة الحزن عن بخل العين بالدموع عند إرادة البكاء، ومن هنا خفي المراد لما في تخريج الكلام من تعسف، وفي هذا تعقيد معنوي. ومنه قول الشاعر، قول امرئ القيس، ومنه قول امرئ القيس وأركب في الروع خيفانة
كسى وجهها سعف منتشر، يريد أن فرسه التي يمتطيها في ساحة الحرب كريمة أصيلة، ولكنه وصفها بما يناقض ذلك من حيث لا يشعر، فقد وصف الفرس بأن شعر ناصيتها طويل لقوله كسى وجهها سعف منتشر. ما معنى السعف؟ عندك في الهامش تحت. السعف جمع سعفة، وهي غصن النخل. شبه شعرها المتدلي على وجهها بسعف النخل، وهذا إنما يدل بها، يعني إنما يكون دليلا على طول هذا الشعر المتدلي على وجهها، وهذا في الحقيقة يعني عيب في الفرس، وليس يعني طول الشعر الفرس لا يدل على جودتها، وإنما هو عندهم يدل على ضعفها. إنما الفرس الجيد هو المنجرد، كما قال في قصيدة أخرى في المعلقة امرؤ القيس نفسه قال في المعلقة: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد، ما معنى منجرد؟ يعني أجرد الشعر، قد نحل شعره، قد نحل شعره بمنجرد قيد الأوابد هيكل ضخم. فهذا هو الفرس الجيد. أما أن يصف الفرس بأنها كسى وجهها سعف منتشر ويريد بهذا مدح الفرس، فهذا فيه تعقيد معنوي، لأنه يعني خالف مذهب العرب في التكنية عن الفرس الجيدة، أو في تشبيه الفرس الجيد. فقد وصف الفرس بأن شعر ناصيتها طويل كسعف النخل يغطي وجهها، وهذا وصف غير مقبول، لأن العرب تعد مثل هذا الشعر أمارة البلادة والوسيلة لتلافي هذا العيب ومعرفته هي الإحاطة بمقاييس علم البيان. يعني ما هي الوسيلة للتخلص من هذا العيب؟ الإتقان ودراسة علم البيان، قواعد علم البيان، لأنها هي التي تعرفنا وجوه الدلالة المختلفة كما يستعملها العرب. سكت المؤلف رحمه الله عن تعريف فصاحة المتكلم اختصارا للكلام، لأن يعني لعل المنهج في حينئذ يتطلب منه الاختصار. لكن فصاحة المتكلم تعريفها سهل، كما جاء في الإيضاح للخطيب القزويني قال: فصاحة المتكلم هي ملكة يقتدر بها. هي ملكة، ليس موجود هذا في الكتاب عندكم. فصاحة المتكلم هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. فصاحة المتكلم هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود، يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. الملكة صفة راسخة في النفس، ويقتدر بها على التعبير عن المقصود يعني في أي موضوع من الموضوعات وفي أي معنى من المعاني. الفصيح يستطيع أن يعبر في أي معنى يريد أن يتكلم فيه بكلام فصيح، يعني بكلام خالي من هذه العيوب المذكورة. هذا أمر سهل. ثم انتقل إلى البلاغة وتعريفها. قال: البلاغة وهي في اللغة تنبئ عن الوصول والانتهاء. بلاغة في اللغة تدور حول هذا المعنى، معنى الوصول والانتهاء. تقول: بلغت هدفي. إذا وصلت إليه وتقول مثلا: فلان بلغ سن الحلو، أو بلغ سن الرشد، يعني وصل إلى هذا السن، ها؟
وتقول سافرت حتى بلغت مكة، أي وصلت إلى مكة، وهكذا. وتبالغ به الفرح، تناهى، تبالغ به الفرح يعني تناهى به الفرح، يعني فرح فرحا شديدا، وصل إلى منتهى الفرح يعني، تبالغ به الفرح. وقال الإمام البوصيري رحمه الله في مدح سيدنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم، وأنه خير خلق الله كلهم، أي منتهى علم البشر، آخر ما يصل إليه علم البشر أنه خير الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. فكلمة مبلغ العلم هنا يعني منتهى العلم، مأخوذة من بلغ، مبلغ مصدر من بلغة، أو اسم مكان من بلغة. وقال الشاعر في الفخر: إذا بلغ الفطام لنا رضيع، تخر له الجبابر ساجدين. هذا الشاعر هو عمرو بن كلثوم في معلقته المشهور. إذا بلغ الفطام لنا رضيع، تخر له الجبابر ساجدين. بلغ الفطام كيف؟ يعني وصل إلى سن يفطم فيه عن الرضاع. طبعا هذا مبالغ، مبالغة في يعني سيادتهم، ويعني يعني زعامتهم ومكانتهم بين القبائل وكذا. تخير له الجبابر ساجدين، يريد أنه إذا يريد إذا وصل الرضيع من قومه زمن الفطام. فكلمة بلغ هنا بمعنى إيه؟ وصل. كل هذا لشرح المعنى اللغوي لكلمة البلاغ، وهي في نظر البلاغيين لا تعدو أن تكون تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة تأسر النفس وتثير الوجدان مع ملائمتها للموطن الذي تقال فيه وحال الأشخاص الذين يخاطبوا. يعني هذا البلاغة إذا أردنا تعريفا لها جامعا غير التعريف الاصطلاحي، يعني هذا ليس تعريف اصطلاحي لكن هو مفهومها، يعني مفهومها الذي يمكن الربط به بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، هي تهدية المعنى الجليل بواضحا بعبارة صحيحة فصيحة تأسر النفس وتثير الوجدان، حينئذ يقال كلاما، يقال هذا كلام بليغ، مع ملائمتها للموطن الذي تقال فيه، وهو الذي سيعرف بأنه مطابقة الكلام لمقتضى الحال كما سيأتي، وحال الأشخاص الذين يخاطبون. وهم يصفون بالبلاغة كلا من الكلام والمتكلم، فيقولون كلام بليغ ومتكلم بليغ، يعني البلاغة تقع وصفا للكلام وللمتكلم، ولا تقع وصفا للكلمة الواحدة، يعني البلاغة صفة لمجموع الكلام وليست لكلمة واحدة، إلا إذا أردنا المجاز بقى. إلا إذا أردنا المجاز، نقول مثلا خطب الخطيب الجمعة بكلمة بليغة وألقى خطبة كاملة، ليس كلمة واحدة، لكن أنا أردت أطلقت الجزء وأردت الكل. لكن إذا كان بطريق الحقيقة ليس بطريق المجاز، فلا تقع البلاغة وصفا للكلمة على الحقيقة، وإنما تقع وصفا للكلام إجمالا. ومتكلم بليغ، وسيقتصر الحديث فيما يلي على ما نص عليه المنهج، يعني بلاغة الكلام، لم يذكر بلاغة المتكلم، كما أنه لم يذكر فصاحة المتكلم، لأن المنهج حينئذ الذي كان مطلوبا هو مقيد بأمور معينة. فسيتحدث عن بلاغة الكلام فأقول رحمه الله: قالوا في تعريفها في بلاغة الكلام: هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. هذا تعريف المشهور.
مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة. والكلام لن يكون مطابقا لمقتضى الحال إلا إذا كان ملائما لعقول المخاطبين وللنزعة النفسية التي تسيطر عليهم، مناسبا للموضوع الذي يقال فيه. فلكل مقام مقال. يعني هذا كأنه توضيح لهذا التعريف، متى يكون مطابقا لمقتضى الحال؟ إذا كان ملائما لعقول المخاطبين، يعني أخاطب الناس على قدر ما يفهمون، وإلا فلن يصل المعنى الذي أريده إلى عقولهم ولا أذهانهم، فكيف يكون بليغا؟ البليغ الذي يصل يوصل الفكرة، لأن البلاغة في اللغة الوصول والانتهاء، فلا بد أن تصل الفكرة واضحة إلى السامعين، وحينئذ لا بد لي أن أخاطب الناس بما يفهمون، ها؟ يعني يطابق كلامي حال من يسمع هذا الكلام، حتى يكون كلامي بليغا، يعني قد وصل إلى غرضه. قال وللنزعة النفسية التي تسيطر عليهم، يعني لحالتهم النفسية، إذا كانوا مثلا في حالة حزن، في حالة فرح، في حالة يعني تشوق، إرادة لمعرفة صفات معينة، لابد للمتكلم أن يراعي أحوال السامعين النفسية في هذا، مناسبا للموضوع الذي يقال فيه. فلكل مقام مقال. فإنكار المخاطبين مثلا لأمر ما حال تقتضي التأكيد، إذا كان المخاطب منكرا لهذا المعنى الذي أريد أن يعني أريد أن أثبته أو أريده أن يقتنع به، فماذا أفعل؟ أؤكد كلامي بالمؤكدات، فهذه حال تقتضي التأكيد، حال إنكار المخاطبين تقتضي له التأكيد. فإذا خلى الكلام من التأكيد لم يكن بليغا، لأنه لم يؤدي غرضه، وغرضه الإقناع والمخاطب منكر. طيب إذا كان منكرا كيف أقنعه؟ أتي له بالحجة والبرهان حتى يقتنع، وأؤكد كلام بهذه الحجج والبراهين، وإلا فلا فائدة من هذا الكلام، لأنه لا يقنعه وسيظل منكرا. فإذا لم يأتي بالتأكيد لم يكن بليغا. كذلك مقام الفخر يقتضي بسط الحديث، مقام الفخر يقتضي بسط الحديث، يعني الإطناب والإطالة قليلا، لأن الفخر يحتاج ذكر الصفات وذكر المحامد والفضائل وكذا والشيم، فهذا يحتاج إلى اتساع في الكلام، توسع وبسط. مقام الفخر يقتضي بسط الحديث. فإذا أوجز المفتخر فقد أخل بمقاييس البلاغة، إذا اختصر الكلام فهذا لا يناسب مقام الفخر، ها؟ فلا يكون بليغ، لأنه لم يطابق مقتضى الحال، لم يطابق المقام، مقام فخر لابد من البسط. فإذا أوجز المفتخر فقد أخل بمقاييس البلاغة، ولم يكن كلامه بليغا، ولن يكون الكلام فصيحا إلا إذا سلم لفظه، طبعا لأن الفصاحة شرط في البلاغة، ولذلك قال في آخر التعريف مع فصاحته، طبقة الكلام المقتضى الحال مع فصاحته، فالفصاحة لابد أن تكون متوفرة في الكلام البليغ أولا، شرط في البلاغة. ولن يكون الكلام فصيحا إلا إذا سلم لفظه وخلت عبارته من العيوب التي تخرجه عن حد الفصاحة. خذ مثلا قول عمرو بن كلثوم من قصيدته في الفخر، وهي معلقته المشهورة. وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا، بأن المطعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا ابتلينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. وتراه يكرر في هذه الأبيات بأن وأن 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 كثيرا، لأنه يفخر بقبيلته، والفخر يقتضي بسط وإطالة وتوضيح للمفاخر،
الذي يعني للمحامد التي يثني بها على قومه. فهذا كلام بليغ لأنه طابق مقتضى الحال، طابق المقام. إنه بطل يفتخر بنفسه ويعتز بقومه ويذكر أن أمجادهم لا تخفى على أحد من قبائل العرب، فهم يسكنون القصور ذوات القباء، إذا قبب بأبطحها بنينا، يسكنون القصور ذوات القباء العالية، وهم يعفون إذا قدروا بأن المطعمون إذا قدرنا، وينتقمون إذا بغي عليهم، وأن المهلكون إذا ابتلينا، وهم سادة أعزة لا يتقدم أحد عليهم حين يردون الماء فيرتوون منه صافيا لم يكدره وارد غيره. لأن يعني مواضع الماء كانت مواضع آبار أو عيون يذهب إليها الناس حتى يملؤون أوعيتهم منها قديما، فلم يكن الماء مثل الآن، يعني الماء يصل إلى البيوت، لا قديما لم يكن هكذا، فكان القبيلة تتوجه إلى موضع الماء لتملأ أوعيتها، ثم تأتي قبيلة أخرى وتملأ من هذا الحوض أو من هذا البئر أو كذا، ثم تأتي قبيلة وهكذا. فأقول نشرب إن وردنا الماء صفوة، يعني يتقدمون غيرهم من القبائل لأن لهم السيادة ولهم المكان العالية بين قبائل العرب، فيتقدمون غيرهم حتى يملأوا آنيتهم من الماء الصافي، فإذا جاء المتأخرون وجدوا كدرا وطينا بعد هذا الماء الصافي. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، يعني فسره هنا لا يتقدم أحد عليهم حين يردون الماء فيرتوون منه صافيا لم يكدره وارد غيرهم، لأنهم السابقون يعني في ورود هذا الماء. قال والشاعر في مقام الفخر، وهو مقام يتطلب ذكر فضائله وتعداد أمجاد قومه، وهذا مقام يستدعي الإطناب، الإطناب ضد الإيجاز، الإيجاز اختصار الكلام، أما الإطناب اتساع وبسط في الكلام. قال وهذا مقام يستدعي الإطناب، وقد فعل كما رأيت في هذه الأبيات وفي بقية الأبيات في القصيدة. ثم اختار للمعاني التي ساقها ألفاظا جزلة وعبارات قوية فصيحة نقلت أحاسيسه في روعة وجلاء، وذلك ملائم لموطن الحديث، ملائم طبعا مطابق لمقام الفخر تماما. ولو أنه أوجز في كلامه لخالف مقتضى الحال ولم يكن بليغا. وإذن قال فمقومات البلاغة في الكلام إذن، اختصرها هنا في شيئين: أولا فصاحة مفرداته وعباراته بخلوهما من العيوب التي مر الحديث عنها قريبا، وطبعا فصاحة المفردات شرط في فصاحة الكلام، يعني لا يكون الكلام فصيحا إلا إذا كانت مفرداته أولا فصيحا، وفصاحة الكلام والكلمة كلها شرط في البلاغة. والأمر الثاني من مقومات البلاغة معنى جليل يؤدى بأسلوب يوافق مقتضى الحال، يطابق المقام يعني. وسوف تعرف عما قريب ما يراد من الحال ومقتضى الحال ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، وذلك عند الحديث في تعريف علم المعاني. وهذا إن شاء الله، إن شاء الله تعالى نقرأه في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. ونقف هنا والحمد لله رب العالمين. هل فهمتم هذا الدرس؟ الحمد لله. المهم يكون في فائدة حتى يعني لا نضيع أوقاتنا. الحمد لله. هل هناك سؤال أو استفسار عن شيء؟ عمرو بن كلثوم من بني تغلب. صحيح، من بني تغلب، نعم. في هذا البيت ويمدح بني تغلب. هو أصلا المعلقة، معلقة عمرو بن كلثوم، قالها على إثر قصة حدثت بينه وبين الملك عمرو بن هند،
كان عمرو بن كلثوم وبعض بني تغلب في زيارة للملك عمرو بن هند ملك الحيرة، وكانت أم عمرو بن كلثوم معه، فكانت تجلس مع أم الملك عمرو بن هند، فطلبت إليها أم الملك أن تناولها آنية، فأبت، سكتت، لم تجبها، لأنها يعني كان الإباء والعزة من طبع القبائل الكبيرة والقبائل ذات الأنفة في العرب، فرفضت أن تناولها هذا يعني. فطلبت إليها مرة ثانية فسكتت عنها، فطلبت أم الملك عمرو هند مرة ثالثة، يعني صاحت أم عمرو بن كلثوم واذ الله واذ الله بصوت مرتفع، يعني لأنها ضيفة والضيف لا يعني لا يهان بالخدمة، فصاحت واذ الله، هذا سبب يعني إنشاء هذه القصيدة. فلما سمع ولدها عمرو بن كلثوم صاحب هذه القصيدة هذا النداء من أمه لم يسأل، تناول سيفه ها وقتل به الملك عمرو بن هند ملك الحيرة مباشرة. ثم قال هذه القصيدة العصماء وحكى فيها هذه القصة باختصار في داخل هذه القصيدة. يعني إذا قرأت بقية القصيدة ستجد هذه القصة باختصار قد ذكرها في أبيات هذه المعلقة. وهذه المعلقة يعني كانت لما فيها من الفخامة والجزالة والبلاغة كانت العرب تعظمها وتعلقها كما يروى على أستار الكعب، فكانت من المعلقات من معلقات عمرو بن كلثوم. والناس بعد ذلك يخافوا يخافون بني تغلب أن لهم سطوة. أبا هند فلا تعجل علينا، أخبرك يعني أنا نسيت هذه المقررة. هذه القصيدة كانت كنا درسناها في الفرقة الأولى ونحن في كلية اللغة العربية، ودرسها لنا أستاذ جليل رحمه الله، أستاذ في الأدب كان اسمه الدكتور السيد العراقي رحمه الله، وشرحها لنا باستفاضة يعني. أولها: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين، كلها بالنون المفتوحة. لا أريد أن أطيل عليكم لأن هذه قصص طويلة. أفصح الناس وأبلغ الناس في زماننا هذا شيخ مولانا أبو موسى، طبعا هو شيخ البلاغيين في هذا العصر. لكن نظير؟ لا أدري والله، لا أستطيع أن أحكم يعني. هو أنا فقير يعني مثلكم يعني أو ربما كنت أفقر منكم يعني. ربما كنت أضعف منكم. كيف أنا أحيط بهذا الذي يعرفه هو شيخنا جليل رحمه، ربنا يحفظه ويمد في عمره ويبارك لنا في صحته وفي علمه، مولانا الشيخ أبو موسى حفظه الله. نحن نتشرف بأن نتعلم منه ونستفيد من دروسه، وقد ناقشني في رسالة الدكتوراه. حفظه الله ومد في عمره وبارك في صحته ونفعنا الله بعلومه وبركاته. اللهم آمين. ربنا تشرفت بأن ناقشني في رسالة الدكتوراه أستاذنا الدكتور أبو موسى. استغفر الله. الله يكرم. أنا أتبرك بأن أكون معكم يعني إن شاء الله. هذا تفضل يا سيدي تفضل. التعقيل اللفظي هل هو مثل الضعف التأليف عشان هو تخالف قواعد النحو؟
كما قلت التعقيل اللغوي يعرف ب نعم يعرف بدراسة علم النحو أو يعني سبيل الخلاص منه يعني الإلمام بعلم النحو أو الإحاطة بقواعد علم النحو. يعني التعقيد اللفظي في خلل في الكلام بسبب تقديم وتأخير وكذا، وهذا كيف نعرف أن في الكلام خلل خللا؟ نعرف عن طريق قواعد علم النحو، لأن فيها ما يجب أن يتقدم وما يجب أن يتأخر وما يتوسط وكذا. وضعف التأليف أيضا يحتاج إلى القواعد، لأن الشاعر حتى إذا لم يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم قد يرتكب أمرا في الكلام مخالف لقيسة الكلام العرب في النحو المعروفة في النحو. فمثلا كما رأينا يعني عودة الضمير على متأخر لفظ ورتبة، أو دخول إلا على الضمير المتصل، هذا ليس فيه تقديم وتأخير، ليس فيه خلل في ترتيب الكلام كما في التعقيد اللفظي، ولكنه أيضا يحتاج إلى معرفة قواعد علم النحو، يحتاج كل منهما يحتاج إلى معرفة قواعد علم النحو. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أطلنا عليكم عزيزي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.